الله بالخير، معاكم مها الحشاش، واليوم سوف يتم احياء اول ليله من ليالي عيد الفطر السعيد في دوله الكويت الحبيبه، ومعنا الاستاذ اشرف اللي هو رئيس فرقه الدي جي المتواجده حاليا في المشروعات السياحيه. تفضل معنا. حياكم الله المستمعين والمشاهدين، يعطيكم الصحه والعافيه، نقول لكم كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، عساكم دايم من الفائزين والعايدين، يعطيكم الصحه والعافيه. طبعا كان عندنا برنامج بسيط اليوم، مسابقات وهدايا، باكر ان شاء الله بحيل الله راح يكون في معانا ايضا ثاني يوم وثالث يوم في جميع مرافق المشروعات السياحيه. يعطيكم الصحه والعافيه، كل عام وانتم بخير، حياكم الله، مع السلامه. يعطيك العافيه استاذ اشرف، تشرفنا فيك في قناه اوياك، وشكرا لكم.